بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبدأ مع بعض في تركيب أو نتعامل مع التشيك بوكس الخاصة بالداتا اللي خارجة بالداتا بيز. تعمل مالتيبل تشيك بوكس، وأنا صراحة مش حابب أشتغل بالطريقة اللي محطوطة في الويب سايت، اللي هي إنك تحط تشيك بوكس وتحط أتريبيوتس عشان تشتغل على التشيك بوكس الخاصة بالداتا تيبل. أوكي، مفيش أي مشكلة، الموضوع كله مجرد أفكار سريعة لا اكثر ولا اقل. طب احنا هنعمل ايه؟ احنا هنعمل تشيك بوكس خاصه بينا عشان نقدر نكستمايز اي حاجه احنا عايزينها فيها بكل سهوله. هنضيف اكشن خاص بالتشيك بوكس، ان هو لما يعمل تشيك بوكس يعمل تشيك بوكس اول على كل الداتا اللي هو عمل لها تشيك بوكس، او ان هو يعمل تشيك بوكس على داتا معينه بحيث انك تعمل مالتيبل ديستروي او مالتيبل ديليت. اوكي، فهنيجي هنا على الكود هنعمل التشيك بوكس بكل سهولة. وخلي بالك كمان هنروح نعمل الاد والاديت للادمن عشان نجرب الداتا بشكل عملي. كمان هنشتغل على السوفت ديليت بحيث ان انت تعمل ريستور وتجيب الهيستوري بعد ما يتم حذفها. تمام، احنا هنيجي هنا نضيف كولوم في الداتا تيبل فانكشن، هنقول هنسميها تشيك بوكس. ده هنحطه في فايل اسمه تشيك بوكس، وطبعا هنشغل ال HTML بتاعه. هنيجي هنا بقى تحت في الكولومز هنزود كولوم جديد هنسميه هنا مثلا تشيك بوكس، وهنا تشيك بوكس، والتايتل بتاعه هيكون عبارة عن input type، فاحنا نقدر نخليه تشيك بوكس بكل سهولة. بعد كده نقفل تشيك بوكس دلوقتي. اوكي، ونقدر نحط بقى هنا ID class اي حاجة احنا عايزينها بكل سهولة ان شاء الله. طيب هروح على المشروع واعمل refresh. لاحظ طلع عندي فوق هنا اهو اللي هو الزرار. طبعا هنا في لاحظ exportable وsortable حاجات كده ممكن تظهر، يعني لو جيت عملت export التشيك بوكس دي هتظهر، بخلاف ان لما بدوس عليها بيحصل sorting. فلو عملت حتى print هيطلع معاك هنا في لاحظ هيطلع معاك هنا في البرنت انك وانت بتطبع صفحه. فاحنا ناخد كل الكلام ده الاكسبورتابل والبرنتابل والسيرشابل وكمان الاوردرابل عشان نعمل اسكيب لكل الحاجات دي. اذا لو رحت عملت ريفرش لاحظ اختفى، نرجع نعمل باك نعمل ريفرش لاحظ طلع عندي بشكل مخصص، لكن برضو اهو اختفى، او يعني السورتابل مش شغال، هو اوريدي موجود لكن يعني مش شغال. طيب بعد كده ممكن اعمل كلاس هنا اسميه مثلا تشيك اول. اوكي، او ممكن اعمل فانكشن برضو هقول اون كليك فانكشن جافا سكريبت، اقدر اعمل بيها تشيك لكل التشيك بوكس اللي موجوده. فاذا هاجي هنا هقول مثلا تشيك اول عشان انفذ فيها الداتا. اوكي، تشيك اول فانكشن هنعملها نحطها في الاندكس او في اي حته احنا عايزينها او حتى مع الستاك، مفيش اي مشكله خالص، المهم ان احنا فكرتنا تكون واضحه وبسيطه. طيب نروح بقى هنا ناخد التشيك بوكس ده ونروح على الريسورس فيوز ادمن. هنا الادمنز بي تي ان، وادي عندك الديليت وادي الاديت. هختار الاديت واروح في الاديت هنا اعمل زي فايل جديد اسمي تشيك بوكس، وهاجي هنا اقول input type هيكون من نوع طبعا تشيك بوكس. بعد كده هيكون النيم مثلا هنسميه ID، او ممكن اسميه داتا، او ممكن اسميه item، وهيكون عبارة عن array هياخد الفاليو ID اللي هو بتاع الريكورد اللي خارج من الداتابيز. اوكي، نعمل refresh لاحظ هعمل تشيك اول مش هيحصل، لكن التشيك اول هنا محتاجه بقى نركب الفانكشن اللي هي التشيك اول فانكشن. لكن هنا لاحظ الايتم واخد الفاليو واحد، اذا كل ما القيمه تكتر كل ما كان في يعني يكون في فاليو نجرب عليها. كمان محتاجين بقى نرجع على داتا تيبل كده سريعا ونشيل بقى الزيرو والوان. ليه نشيل الاي دي ونشيل يعني نخليه يبدا ما بين مثلا النيم او اسم المشرف وحاجات تانية.
لكن مثلا ما يشتغلش مع التشيك بوكس، لاحظ انه طالع مع الاي دي، ممكن كمان الغيه مع الاي دي بحيث ان هو يعني ما يبقاش الدنيا عندي كبيره. اوكي خلاص، احنا لغيناه من الاي دي ولغيناه من التشيك بوكس. طيب محتاجين بقى نعمل الفانكشن بتاعه التشيك اول، ادي التشيك اول فانكشن اهي. اوكي، في حاله ان انا ضغطت على التشيك اول دي بيحصل اني انا لازم اعمل سيلكت على الداتا اللي موجوده فين، في نفس الداتا تيب. اوكي، في نفس الداتا تيب. اذا هروح اعمل في الهيدر مين فانكشن تعمل تشيك اول على كله، عشان ما اقعدش استخدمها كل شويه في الاندكس هنا، لا هروح على هنا في اللاي اوت تقريبا. اوكي هيدر، وممكن اعمل هنا مين فانكشن بكل سهوله، وممكن اعمل فايل يعني جي اس واشتغل فيه، لكن خلينا هجي هقول فانكشن تشيك اول، واروح اعمل ايه؟ ادور على كل الفانكشن ادور على كل التشيك بوكس واعمل لها تشيك. اوكي، فهروح هنا على الادمن تيبل، لاحظ هنا تشيك اول، خلينا اقول تشيك اول. اوكي ده كلاس، هقول له دور لي على كل السيلكت اللي هي التشيك بوكس، خلينا نقول هنا ايه كلاس، سوري عشان بس الفرق، اقول له كلاس ايتم. اوكي تشيك بوكس، هروح اجيب الداتا بتاعت الانبوت ويعمل لها تشيك بوكس لكل. هروح هنا على التشيك اول، طبعا عندي هنا اسم الكلاس ايتم تشيك بوكس. اوكي اذا هروح الاول اعمل ايتش طبعا بالجي كويري عادي. اوكي بعد كده ممكن هنا اقول له هات لي الانبوت اللي هي الكلاس بتاعها نفس النيم اللي انا مثلا عملته هنا اللي هو ايتم تشيك بوكس. اوكي عشان طبعا ممكن احدد النوع عادي جدا، يعني ممكن اجي هنا اقول نوع تشيك بوكس. اوكي واعمل لي ايتش عليها، وفي الايتش ايه اللي هيحصل؟ فهاجي هنا انفذ الشرط على طول، هقول اف ان الانبوت اللي هو انا اللي هو احنا عملناه اللي هو ده تشيك اول. اوكي اذا كان الانبوت اللي هو تشيك اول، هنيجي هنقول انبوت اللي فيه الكلاس اوكي اللي هو اسمه تشيك اول وكمان نوع تشيك بوكس وكمان معمول له تشيكد اوريدي، هو اوريدي تشيكد. خلينا نزود هنا في هنا خطا، هنا المفروض ان انا احط دولار ساين اوكي بالطريقه دي، وان اللينث بتاعه يساوي صفر، روح اعمل لي على كل ايتم اللي انا عندي في التيبل موجوده يعمل لها ايه؟ يعمل لها انا تشيك. فالان تشيك هنعمل لها ازاي؟ هنقول زيس على نفس اللي هو انه الزيس بتعود على الايتش اللي هو نفس الانبوت ده، بيحصل له ايه؟ نعمل له بروب اوكي ونقول له تشيكد ونقول فولس. اوكي ايلس اذا كان هو مش معمول له تشيكد فيروح عامل سيلكت على كل الانبوت. طيب نروح نجرب مع بعض نعمل ريفرش اهو، لاحظ عمل تشيك وان تشيك بكل سهوله. اذا كده احنا نفذنا العمليه دي بكل سهوله. اذا لما اعمل تشيك المفروض اعمل زر هنا للحذف الجماعي، لما اقول له تشيك اول واحط هنا انبوت واروح عامل عليه سيلكت احط هنا انبوت واضغط عليه زي حذف جماعي، يروح ماسك الاي دي ده واللي تحتيه واللي تحتيه يعمل لهم ديستروي بكل سهوله. اذا انا ممكن اجي هنا ازود بقى دينجر بوتون زياده هنا في البوتونز اللي عندي، في الدينجر ده اقدر احط له زي فانكشن كده اقول له فيها مثلا ديليت للاول واحط لي مثلا حاجه معينه تحصل سبمشن او شيء،
فممكن اجي هنا، انا عندي تكست اهو، اوكي ممكن اخده زي ما هو كوبي، تمام، واروح هنا هعمل تراش، وهنا هقول مثلا ديليت اول، وفي الكلاس نيم هعمل بي تي ان، وبي تي ان مثلا دينجر، اوكي، وهعمل ديل بي تي ان مثلا ككلاس واستخدمه مع موديل او اي حاجه. طيب اروح اعمل ريفرش، لاحظ اهو ديليت اول، بس مش عارف ليه جاي رقم 2، خليني اخليه رقم او الاخير ماشي عشان يبقى بعيد عن كل الازرار التانيه. فلاحظ اهو اضغط عليه يروح عامل لي بوب اب او موديل، الموديل ده يطلع يقول لي ان انت هتحذف مثلا عدد الريكوردز اللي موجوده هنا، فاضغط عليه كده يعمل لي الفكره دي. فبرضه ممكن نفس الفكره ان هو يعملها لي، واحط له مثلا زي ايتش يلم كل الداتا اللي طالعه من التشيك بوكس هنا. فممكن سيلكت اول دي اخليها مكانها، وبرضه ممكن اجي هنا في فايل جي اس منفصل احط فيه الفانكشن دي. فبكل سهوله اهو هروح اعمل فايل جي اس عشان ننظم بس شغلنا، ونروح على الفوتر بكل سهوله. ممكن مثلا جوه الادمن ال تي اي اهو مع الديمو، اروح اعمل مثلا ماي فانكشن، اوكي، والماي فانكشن جي اس نحط فيه فانكشن دي نسميه ماي فانكشن دوت جي اس، واروح على الاي كوميرس بابليك ادمن ال تي في الديستنيشن او ديست جي اس، واعمل سيف هنا للماي فانكشنز ده، اقول له يوز الجي اس عشان يتعامل معاه، وادي الماي فانكشنز، او خليني اعمل هنا بيست اهو، اروح اجرب هشوف التشيك اول شغاله ولا لا، اهو مش شغاله عشان طبعا الفانكشن تحت احنا محتاجين ننقلها في الهيدر، مفيش اي مشكله خالص اهو. اذا هعمل ريفرش اهو اتحقق ما حصلش اي اكشن. خلينا نتاكد من المسار بتاع الفايل، مسار الفايل مش صحيح. يبقى انا عملت له سيف في الادمن ال تي اي الثانيه، عشان بس هنا ايه نتاكد تاني اهو. المفروض اخش على ديزاين ادمن ال تي اي ديستنيشن وادي جي اس، واروح اعمل سيف للماي فانكشنز، المفروض ان هو يشتغل معانا ان شاء الله عز وجل. تمام اهو نجرب اهو شغال معانا، طبعا انا عامل حفظ للوج لكن مفيش مشكله اهو. طيب امتى هنشتغل بالفيو جي اس؟ هنشتغل طبعا بالفيو جي اس ان شاء الله في الواجهه، لكن احنا هنا بنعمل الفكرتين عادي جدا ونشتغل بيها، وممكن نشتغل بالفيو جي اس هنا برضو جوه ونشتغل بيها بره، مفيش اي مشكله خالص. طيب بعد كده محتاجين نعمل ايه؟ محتاجين نعمل بقى الموديل اللي من خلاله هنعمل ران لل الموديل اللي هو بتاع ديليت اول، ان هو يتم الضغط على الزر اللي هو في الديليت، ونروح كمان نعين فكره جميله جدا. ممكن انا هاجي هنا اقول فانكشن اسميها سوري فانكشن هسميها مثلا ديليت اول، اوكي الديليت اول دي فانكشن عاديه كل اللي هنعمله فيها ان احنا نعمل دوكيومنتيشن، ونشتغل بقى على نفس الزر اللي احنا ركبناه هنا في الادمن داتا تيب، ادي هنا اقول له اون اون عشان يبقى الايفنت لحظي، كليك اذا تم الضغط على الديليت بي تي ان او الديل بي تي ان نفذ الفانكشن سوري فانكشن التالية. طيب نعمل alert بسيط نتأكد ان الكلاس شغال، هنعمل alert ونسميه مثلا test، واروح نعمل refresh هنا اهو المفروض ان يحصل action. طب تعالى نتحقق من اصلا احنا لسه هننادي على الفانكشن سوري، ادي الفانكشن اهي، هروح على الادمنز index
وهاجي هنا اعمل run. اوكي جوه هنا عادي هاجي جوه الجي اس ده سكريبت. اوكي سكريبت وادي ابلت الغلط للسكريبت وادي الديليت اول. اذا هروح اعمل ريفرش ادي الديليت اول ادي التست اهي كل ما بضغط عليها بيحصل تست. نروح نجيب موديل جاهز ممكن اخش هنا على البوتستراب واجيب موديل سريع كده نشتغل عليه ونثبته في شغلنا عادي مفيش اي مشكله خالص. ناخد ده كده من اي تو زي ونعمل له كوبي ونحطه هنا في مثلا قبل البوش. وهنا لاحظ الماي موديل اهو وممكن احنا نعمل مثلا ديالوج دينجر مثلا او اي حاجه ان يحصل عليها اكشن ان يطلع تنبيه ان هو في حاجه هتحصل هنا او اكشن هيحصل هنا. فبالتالي انا ممكن الموديل ده يعني نسميه مثلا مالتيبل مثلا ديليت ده بقى اسمه كده. اوكي واروح اخد نفس الاي دي ده وادي في الماي فانكشن اذا تم الضغط على سوري هنا في خطا اذا تم الضغط على اللي هو الديليت بي تي ان يطلع لي مثلا هقول الموديل احنا طبعا عارفين الموديل بلجن هقول الموديل ده مثلا شو. اوكي نروح نجرب دلوقتي طبعا عندي هنا ممكن امسح الزرار ده خالص مش محتاجه واروح اعمل ريفرش اهو طلع الموديل وادي الهيدر بتاعه وادي التكست. طبعا انا ممكن اجي هنا اعمل زي input type input هيكون مثلا submission وهيكون في مثلا النيم بتاعته del all وفيها الفاليو هنحط فيها مثلا admin dot okay مثلا او delete ونديله class مثلا btn مثلا danger اللي هو خلاص نفذ الحذف الاخير. هنحتاج كمان الزرار ده نعمل له هنا كلاس نسميه delete all او del all class عشان نظهره ونخفيه في حاله اني انا عايز اعمل حذف. فهنا هقول main او sorry admin dot delete all او delete ممكن نسميها ديليت حذف واجي هنا اعمل رساله اول رساله فيها مثلا زي danger alert dev plus alert danger واجي فيها هنا اقول مثلا h1 trans ونعمل زي ask مثلا delete item انا هسميها item ونيجي هنا نحط span ونحط عدد الريكوردات هنا مثلا اقول record count وهو حط مثلا اي رقم هنا 5 وهاخد ال ask delete item مثلا ده اروح هنا اقول له في ملف اللغة هل انت موافق على حذف عدد او السجلات مثلا السجلات التالية وهي عددها واروح حاطط اللي هو السبان اللي انا عامله عشان اعمل طبع للكاونت اللي انا قمت باختياره في السلكت.